مرحبا من جديد. أزمات عديدة تضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحت الحصار، بدءا من خلافه المتجذر مع قيادات الجيش المتعلق بالقضاء على حركة حماس وتحرير الرهائن، مرورا بأزمة تجنيد الحريديم والتظاهرات اليومية المعارضة له، وصولا لعلاقة تضطرب يوما بعد الآخر مع حليفته أمريكا. مقتل وإصابة أعداد كبيرة من الجنود الإسرائيليين في معارك غزة أجبر حكومة الحرب على الاعتراف بضرورة تجنيد المزيد من جنود الاحتياط ليشمل الحريديم بشكل مؤقت، مع رفع سن الإعفاء من الخدمة إلى أعمار تصل إلى 50. فعلى الرغم من استدعاء 300,000 جندي احتياط قبل نحو 8 أشهر، كشفت معطيات الجيش الإسرائيلي المعلنة عن مقتل 665 على الأقل وإصابة 3,894 جندياً وضابطاً إسرائيلياً. لكن قرار المحكمة العليا بتجنيد الحريديم مؤخراً أشعل جدلاً واسعاً وفوضى كبيرة في إسرائيل. فالوزير السابق في حكومة الحرب بيني غانتس أيد القرار، فيما ذهب زعيم المعارضة يائير لابيد إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن عدم تطبيق القانون بمثابة خيانة للجيش. وسط هذا الجدل، إلا أن نقص الجنود أجبر تل أبيب ليس فقط على تجنيد الحريديم، بل انتقلت المساعي لتشكيل فرقة ديفيد أو داود الجديدة لتضم 40,000 عسكري، وفقا لما كشفه موقع والله الإسرائيلي. تحرك جاء بعد أن أشارت استطلاعات الرأي في صحيفة هآرتس إلى وجود حالة من القلق لدى جنود الاحتياط في ضوء استمرارهم في القتال، وسط غضب وحالة من عدم اليقين بشأن استمرار خدمتهم دون أفق واضح، وسط اتهامات لنتنياهو بتعمد إطالة أمد القتال في غزة. مبررات مخاوف الجنود تمثلت بتهرب الآلاف من الخدمة بزعم أنهم يعانون من أمراض نفسية وفق يدعوت أحرنوت، وصعوبات حشدهم في الميدان، فضلا عن هروب نحو 550,000 إسرائيلي دون عودة منذ 7 أكتوبر وفق موقع زمان إسرائيل. من حيفا ينضم إلينا العقيد مفيد مرعي، الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي. عقيد مفيد، مرحبا بك. إذن موقع والله قال إن الجيش يعاني من نقص حاد في الجنود ويسعى لتشكيل فرقة جديدة، ماذا يعني ذلك عسكريا؟ مساء الخير لكم جميعا. أولا، بطبيعة الحال وضع الحروب الموجودة، كل نظام عسكري بتفحص الأحوال عنده وبيبني القوة اللي بده إياها للمستقبل. هيك كان كمان بال 82 بحرب لبنان، أقاموا فرق مشاة، والوضع الحالي بيطلب إنه يبنوا فرق جديدة بكبر ديفيزيا أو كتيبة. هذا الشيء بيتعلق بالمطالبات تبع الجيش للمستقبل، وبيقدروا يبنوا فرق ثاني للدفاع الجوي وشيء من الشكل. هذا شيء طبيعي بالنظام عسكري اللي بده يطلع للمستقبل. طيب، في طبعا الموقع نقل انه تجنيد المقاتلين قد يسهم في مهام عدة قادمة مخطط لها، مثل أمن الحدود والضفة الغربية وحرب متعددة الجبهات مستقبلا. أكيد كل فرقة جديدة اللي هي بتنبنى هي حسب المطلوبات، والفرقة هاي فرقة داود هي كمان من كل شرائح المجتمع الإسرائيلي، وهي الفرقة بده يكون لها مهمات، والأهداف تبع الفرقة هي بتلائم الوضع الحالي اللي صار بعد 7 أكتوبر. اللي صار بعد 7 أكتوبر له حاجات ويجبله طلب غير من مكان قبل 7 أكتوبر. هذا المنطلق، كل فرقة فيه الأهداف والبناية الفرقة حسب الأهداف المخصصة للفرقة. طيب، فيما يتعلق بتجنيد الحريديم، هذا الطلب لا يحظى بموافقة الطوائف الحريدية، ولا كذلك المفاجأة كانت أن حزب الليكود أيضا هو لا يوافق على تجنيد هذه الطائفة، بينما تصر عليه المعارضة. إلى ما يمكن أن يصار بعد هذا التناكف؟ الموضوع الحريديم مشكلة اللي هي مش من اليوم. القانون إسرائيل بيجبر الكل يتجنده، وهذا القرار اللي أخذته كمان محكمة العدل العليا، قالت إنه بوقت إنه فيش قانون يجبر تجنيد الحريديم، القانون الموجود إنه كل واحد بإسرائيل لازم يتجنب. من هذا المنطلق الخردين كمان لازم يتجندوا.
كان في طرح قوانين اثنين، اول قانون من بني غاتس من بالحكومه اللي كانت، انه قانون مش تجنيد، قانون تجنيد للكل. في عندك قانون تجنيد وقانون اللي هو بقول تعال نبني قانون اللائم كل الفئات بالمجتمع. بتقدر انت كفئه على سبيل المثال الاسلام او العرب بيقدروا مش يتجندوا للجيش او للخدمه العسكريه، بيقدروا يعملوا خدمه مدنيه لمصلحه البلد عندهم. من هذا المنطلق هذا القانون المطروح. القانون الثاني اللي كود بده اياه، بده يجند قسم من الخريجين، وهذا شيء مش مقبول. عشان هيك المعارضه عارضت هذا القانون. القانون مر بالقراءه الاولى. القراءه الاولى برجع للجنه المخصصه اللي بتبحث بصيغه القانون، وبرجع لقراءه ثانيه وثالثه. بدي اذكر انه احنا موجودين بس في القراءه الاولى. اليوم اللجنه الخصوصيه للخارجيه وللامن بالكنيست بالبرلمان الاسرائيلي هي رايح تبحث بصيغه القانون عشان تراجعوا للقراءه الثانيه وثالثه. على كل حال، على كل حال الحريديم رفعوا شعار الموت ولا التجنيد يعني. طيب على كل الاحوال عقيده الخارجيين انه هم مش مجبورين يخدموا بالعسكريه، هم الدين لهم، هم بيامنوا انه الباري تعالى هو اللي عم يحمي الدوله. طيب هل لدينا اي معلومات عن الرائد الاحتياطي موتي باروخ اللي الموكل له مهمه انشاء هذه الفرقه التي قوامها 40,000 مقاتل؟ مش مهم من القائد تبع الفرقة، المهم شو صيغة الفرقة، شو الترتيب أو الوحدات اللي الفرقة بتكون مبنية منها، من أي فئات، قبل الأهداف تبع الفرقة. مش مهم من يكون القائد، القائد بيقدر يكون كل ضابط أو كل قائد، القائد الأركان بيقول له هاي المهمة تبعتك ابن الفرقة، وأنا هاي المهمة تبعتك لحد وقت معين بدي توقف بالفرقة. طبعا الفرقة عقيد بتكون مفيد. احتياط. طيب عقيد مفيد تتحدث وكأن كل شيء طبيعي، يعني ليس مهم اختيار فلان، ليس مهم المهم الاستراتيجية إلى آخره، لكن في حالة نفور، في حالة نفور في أرض الواقع. استطلاعات ميدانية كشفت أنه في قلق في صفوف الجيش جنود الاحتياط من عودة الإسرائيليين إلى حياتهم الطبيعية بعد انتهاء القتال. البعض يعني قال لنها الذهب للقتال حتى لو كلفنا ذلك عقوبة ما. إلى ما يشير ذلك؟ أشياء اثنين. أول شيء في عدة صحف، كمان صحيفة هارتس، بتبالغ بتضخم الأمور. إذا أنا بنطلع على 7 أكتوبر لما بدت الحرب، كل الجنود الاحتياط اللي كانوا بكل العالم طلعوا على الطيارات واجوا هون عشان يحاربوا، لانه في مهمه هون وفي افتتاح حرب وفي قتال. انا بقول انه طول الحرب 8 أشهر 9 أشهر اكيد في ضغط على عده او على قسم العناصر، واذا العناصر كانت تطلع برا عشان تتريح شوي، هذا مش انه هي عم تنهزم من المهمه. انا ما بفكرش كمواطن اسرائيلي، بفكرش انه في وضع انه الجنود عم بيهربوا لبريد البلاد مثل ما الجرايد عم تقول. بالعكس في هون تضامن، في وضع انه المواطنين صعب عليهم كمان النازحين من البيوت، ان كانوا بالجنوب ولا بالشمال كمان. يعني تتحدث وكانه اذا قاده الجيش، اذا راس الجيش، قاده الجيش يخالفون نتنياهو. بفكرش انه انت بتقول بخالفوا نتنياهو مش باوامر اللي هي اوامر حربيه، يمكن مرات تفكير. انا بقدر اقول لك النقطه اللي هي نقطه جدال، ما بعد الحرب بغزه شو بده يصير. هاي النقطه الجيش والاداره الجيش والقياده الجيش بتقول هذا الوضع المطروح، بيقدر يجي رئيس الحكومه طيب كرئيس اللي هو بامر الجيش شو يسوي؟ بقول لك هذا الشيء مش مقبول علي. لكن يبقى السؤال الى متى؟ يبقى السؤال الى متى؟ لكن للاسف ليس لدينا الوقت للاجابه عليه. الى متى سيبقى يقاتل هذا الجيش؟ من حيفا كان معنا العقيد مفيد مرعي الضابط السابق الجيش الإسرائيلي، شكرا لك. مشاهدينا انتهت هذه الحلقة من المشهد الليلة، إلى اللقاء غدا في نفس الموعد.